وفاة التابعي ابن أبي بكرة، تابعي ثقة من أهل البصرة، أول من قرأ القرآن مستخدماً المقامات الموسيقية، تولى إمارة سجستان مرتين ثم ولي قضاء البصرة. اشتهر بأخبار من الجود والكرم، ومنها أنه كان ينفق على 40 داراً عن يمينه، و40 عن يساره، و40 أمامه، و40 وراءه. توفي عن عمر ناهز 64 عاماً.